لمعرفة المزيد عن ضرمة ينضم معنا عبر الهاتف مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرمة الدكتور فهد المحية. دكتور فهد صباح الخير، أهلا وسهلا بك. الله يحييك. يعني نتحدث اليوم عن ضرمة كنموذج، والحديث عن كيف تستطيع المحافظات أيضا القرى دعم مبادرة السعودية الخضراء. طبعا دعم السعودية الخضراء من كمبادرة وطنية يتم الحقيقة من خلال تكريس الجهود الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية الفعالة لتحقيق طموحات ومستهدفات هذه المبادرة. على مستوى المحافظة تم الآن الانتهاء تقريبا من تخصيص موقع على مساحة 1,800,000 متر مربع كمستهدف للتشييد لرفع نسبة الغطاء النباتي وكذلك المساهمة في جودة الحياة. جميل. يعني ضرمة تحديدا تحدثت أنه تحظى ببيئة زراعية خصبة، أيضا ماذا يعمل فيها لتحقيق الاستدامة الزراعية وتحقيق أيضا مستهدفات أكبر على مستوى البيئة؟ طبعا ضرمة لتحقيق الاستدامة البيئية والاستدامة الزراعية يتم الآن فيها تطبيق الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية بما يحافظ على تنوع النظام البيئي وسلامته من خلال استخدام الممارسات الزراعية السليمة وتفعيل الميزة النسبية، وهذا ما يتم تحقيقه بالاعتماد على الطرق الحديثة وترشيد استهلاك المياه والتقليل من استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية. جميل. أكيد أنه إشراك الأهالي في مثل هذه المبادرات من خلال الفعاليات جانب مهم جدا، لأنه الناس في المملكة العربية السعودية تحب هالدار، تحب أرضها بكل تأكيد، وتحب أنها تساهم وأيضا تشترك في إعمارها، وأيضا جانب مهم جانب الزراعة. ماذا عن أبرز الفعاليات المقامة تحديدا فيما يتعلق بإشراك الأهالي؟ طبعا إشراك الأهالي من خلال رفع مستوى الوعي بالمحافظة على البيئة وتحفيزهم على المشاركة، مشاركة الأفراد في العمل التطوعي. هناك فعاليات الآن ستقام إن شاء الله يوم 27 أكتوبر يوم الأربعاء من خلال القافلة الزراعية الإرشادية بإقامة ورشة عمل تحت مسمى الممارسات الزراعية السليمة في البيوت المحمية، وكذلك برامج على القافلة الزراعية بها عدة برامج إرشادية عن في مجال البيئة وفي مجال الزراعة وفي مجال رفع مستوى الوعي الاجتماعي. الدكتور فهد المحية مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بضرمة، شكرا جزيلا لك. العفو.